يسعد اوقاتكم مشاهدينا الاعزاء، اهلا وسهلا فيكم حلقه جديده من برنامج منوعات هلا. معي انا عرين كمال دخسي على قناه هلا. الحياه ماشيه، العمر بيخلص والشغل ابدا ما بيخلص. جمله قصيره لها معنى كبير، كنت دائما اسمعها من حياه ستي الله يرحمها. كنت افكر واقول لنفسي ولو ليش هالقد في تشاؤم وقلت مروه، ولكن اليوم بس اتذكر هذول الكلمات بيبتسم وبفهم انه قصدها كان غير. صحيح الحياة والعمر ماشيين، وكل ما كبرنا أكثر ازدادوا متطلبات الحياة، وهيك الشغل التعب والتقدم أبداً ما راح يخلصوا. مبارح بدأت السنة واليوم صرنا بشهر 4، مبارح بدأ شهر رمضان المبارك وبعد أسبوعين العيد، وبس نتذكر اليوم منقول طار الأسبوع. قديش صادقة يا ستي، الحياة ماشية والعمر راح يخلص، بس يا ستي احنا اللي ممكن نقسم وقتنا وشغلنا ونعيش حتى نعيش الحياة كيف احنا بدنا. انك تلاقي الضوء بوقت الظلام هذا امر ممكن يكون كثير صعب عند اغلب الاشخاص، لان الصعوبات والتحديات اقوى وبتشدنا الها اكثر. ابدا مش سهل نكون دائما ايجابيين، نبحث عن الضوء، عن الحلول، عن الامور اللي ممكن تقدمك او تقدمنا وتساعدنا بنفس الوقت. صحيح كلنا عنا صعوبات وتحديات صغيرة كمان كبيرة، واللي بقول هيك اللي بقول غير هيك للأسف بيكون عايش بعالم خيالي بعيدة عن أرض الواقع. الحياة مش وردية ولا كلها طلعات، الحياة إجت تعلمنا درس لنقدر نبحث عن الأمور اللي بتلايمنا وبتقوينا رغم الظروف والتحديات. قررت شارك هاي الكلمات لأنه بحلقتنا اليوم رح نستضيف صبية قصتها مختلفة. كان عندها وعند أهلها تحديات كثيرة، ولكن رغم هذول التحديات وجدوا حل مميز اللي ساعدهم بعدة مجالات وأعطاهم القوة ليقدروا يكملوا الحياة مثل الجميع. فعشان نسمع أكثر القصة بتوسع أكثر وناخذ إلهام لنقدر نكمل ونواجه صعوباتنا اليومية، دعوني رحب بضيفتنا يارا خير، طالبة إدارة أعمال وابنة مؤسسة مصنع ماما يارا للمنتوجات بدون جلوتين. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا عليك. أهلين فيكي. هيك بس الواحد يسمع القصة أو في قصة مختلفة اللي بتعطي إلهام، الشغف بيكون أعلى إنه بدنا نسمع القصة بدنا نعرف شو هيك. فشاركينا شو قصتك؟ أكيد قصتي إنه لما كنت بجيل 5 أشهر بلش يصير عندي كثير مشاكل وكثير عوارض لأمراض معينة، اللي كانت أمي نسبياً صغيرة في العمر فكانت مش عن جد عندها الخبرة إنها هي تقدر تشخصني شو مالني بالضبط. أخذتني عندي الدكتور كان دايماً يحكي لها إنه أنا تمام وهي الأشياء بتصير مع الأطفال بهيك أعمار، فما حستش إن أنا لازم أروح على المستشفى. بس على ذكر ستك هون، كان في محل كثير كبير لستي كمان الله يرحمها. الله يرحمها. وقتها اتصلت بأمي لما أنا كنت بوضع اللي هو كثير متطور من المرض، وقالت لها إسا بهاي النص ساعة أنت راح تقرري، يا إما راح تأخذي بنتك على المستشفى يا إما أنا راح أخذ البنت على المستشفى. إذا البنت ماتت الله يرحمها، إذا البنت ما ماتتش البنت إلي بطلت إليك. هون أمي فهمت إنه هون لا، الدكتور مش صادق، في إشي مش طبيعي في القصة، البنت مش طبيعية، مش مهم شو تقولي لها، مش مهم شو تحكي معها. هون خلص استوعبت الفكرة انه في اشي مش طبيعي، فحملت حالة عن جد بنص ساعة ونزلوني على المستشفى. في المستشفى استخام اخذوا الاشي بطريقة كثير كثير صعبة، كانوا برح يتصلوا في الشرطة ياخذوا اجراءات معينة على اساس انه الاهل عم يتم الزلزول في الطفل، بس فهموا انه القصة من الدكتور وغيروا رأيهم بالموضوع. وهناك انا بلشت مسيرة حياتي، بقدر اقول بجيل 5 أشهر بلشوا يعملوا لي فحوصات، فتت على المستشفى لتقريب الشهرين وما حداش كان عارف شو في عند البنت. وانا بالمستشفى كانوا اصلا يطعموني قمح، الاكل تبع الاطفال على اساس القمح، وهم مش عارفين شو بالضبط عندي، لتانو بالاخير فهموا انه في اشي عندي اللي هو اسمه تسيلياك. بس بحثوا اهلي بالنسبه للتسيلياك، يعني قال الدكتور لاهلي عندك تسيلياك، عند بنتك تسيلياك، ومن اليوم ورايح لمدى حياتها راح تضطر تاكل اكل بدون قمح، واكلنا العربي الاساس تبعه برغل وقمح. فهون اهلي كان في عندهم نوع من الصدمه،
ايش ممكن البنت تاكل يعني؟ رز؟ شو غير الرز؟ بطاطا؟ ايش بعد؟ ايش في؟ ايش ممكن تاكل؟ بطل في اكل. بطل في شو في بعد يعني؟ اشياء اللي ممكن البنت تاكلها. مجدره ممنوع، مغربيه ممنوع، اغلب اكلنا العربي بس كيلو الاساس تبعه برغل او قمح. فكان جدا صعب انهم هني يتقبلوا الفكره. واصلا بهذيك الفتره هالحكي كان قبل 26 سنه، فما كانش في وعي للامر ابدا يعني. كان بالنسبه لكثير ناس اللي كانت تشوفني او تسمع قصتي او اني انا ممنوع اكل قمح، كان في نظره دائما اشوفها بعيون الناس اللي هي نظره استغراب، كيف يعني ايش بتاكلي؟ لحد ما هناك بلشت مسيره امي بالموضوع. تعا قبل ما هيك نحكي على النظرات الغريبه تبعت المجتمع على الانسان المختلف بين اخواس، وشو شعورك كمان انت؟ اشرح لنا اكثر عن هاي الحساسيه، وكيف طبعا. هي شو عوارضها، وكيف الواحد ممكن انه يكتشفها بجيل صغير جيل متقدم وكل هاي الامور؟ هي شغله اللي ممكن الواحد يكتشفها بكل عمر. انا كان عندي شانس اللي هو كثير منيح اني انا قدرت اكتشفها بجيل صغير، لانه كل ما الواحد اكتشفها ابكر كل ما كان افضل لجسمه وصحي اكثر لجسمه. الموضوع مش موضوع حساسيه. في ناس اللي عندها حساسية من القمح زي أي إنسان عنده حساسية من الفستق مثلا أو أي حساسية أخرى. بس الموضوع هون عن القمح، في حساسية للقمح وفي مرض اللي اسمه تسيلياك. أنا شخصيا عندي تسيلياك، ما عنديش أي حساسية. هذول شيئين مختلفين تماما. للأسف عنا في المجتمع العربي بيقولوا آه تمام حساسية، تمام بصدر كلها حساسية يعني، بس لا، الموضوع مش حساسية. وكثير مهم انه الواحد يقدر يعرف يشخص شو عنده. هل هي حساسية اللي ممكن بجيل معين تمرق معاي واقدر جسمي يقدر يتغلب عليها، ولا هي مرض اللي انا لازم اتعايش معه واكمل حياتي معه باقي حياتي بطريقة اللي مناسبة للمرض الموجود عندي يعني. بالاخير يعني هاي مش المشكلة الوحيدة اللي ممكن تواجهنا في الحياة، والحمد لله انه في هيك مشكلة مش مشكلة ثانية. هاي اكيد. اما لما احنا بنيجي نحكي على التسلياك، هي مش عم نحكي على الحساسيه، اما بنحكي تعال نقول حياه او موت. فيك تقولي ممكن. فيك تقولي مش بالضبط، بس فيك تقولي يعني. انا مثلا زي انه اذا انا بكون عم باكل قمح، بكون عم بفوت لجسمي إشي اللي هو بيقدرش يستوعبه. صعب، مش صعب عليه، بيقدرش، هو اصلا برفض انه يستوعب هاي الكميه من القمح انها تفوت على جسمي. فبالتالي هاي الكميه القمح اللي عم بتفوت على جسمي، اللي جسمي مش عم يستوعبها، رح تتعفن في البطن. لما تتعفن في البطن رح تؤدي لامراض معينه اللي هي امراض اللي احنا خليها بعيده. خليها بعيده اكيد. اما لما احنا بنيجي بنحكي على العوارض، يعني اذا احنا فهمنا انه التسلياك هي قصه تنقل حياه او موت، هي اكبر بكثير من الحساسيه، اما بالمقابل لها عوارض اللي هي ممكن تكون عوارض كثير شديده للشخص اللي بيعاني من التسلياك طبعًا. اللي بيعاني من المرض نفسه طبعا. شاركينا هيك العوارض. انا شخصيا هي العوارض مختلفه من شخص لاخر ومن جسم لاخر كيف تقبلوا الموضوع يعني. ممكن ناس معينه يكون عندها امساك في المعده، وناس ثانيه يكون عندها اسهال، ناس يكون عندها نفخه، دائما بيكون نفخه لانه البطن متعفن، في قلب البطن راح ينفخ البطن، فما فيش وين يروح الاكل. نفخه بيكون اسهال او امساك، فقر في الدم دائما، سواد تحت العينين. في ناس اللي بيصير عندها مشاكل بالاعصاب، جسم بيختلف بتقبل الفكره كفكره. في كثير ناس اللي هي بيكون عندها عوارض اللي جدا جدا خفيفه، ناس العوارض عندها بتكون عالي، وهو بالاخر نسب في الدم وفي جسم البني ادم. زي مثلا ايش اللي اهون علينا ان احنا ناخذه لانه موجود معنا بالحياه بشكل اكبر، السكري. في ناس اللي بصير عندها اذا بتاكل حبه شوكولاته صغيره فتمام، ما بصيرش يعني مش بيج ديل، بس تعالي جيبي لنا حدا ثاني ياكل هاي حبه الشوكولاته ممكن ردت بالضبط. اكيد ردت فعل الجسم بتكون مختلفه. صحيح. اذ في ناس اللي عندها تسلياك اذا بتفوت على مخبز وبتستنشق القمح عندها مشكله. في ناس لا، كلياته حسب النسب وحسب كيف الجسم بيتقبل المرض. ومثل ما قلتي، قد ما الدكاتره او قد ما الشخص عرف او اكتشف هذا المرض عنده في جيل ابكار في جيل قبل، هيك بيكون عنده الامكانيه انه يقلل من العوارض هيك بين اقواس في طريقه اللي هي احسن. مش بس يعني، ممكن انا اليوم ابلش بعوارض اللي هي مثلا 1% عوارض، بكره اصل 20% عوارض،
في ناس ممكن تكتشف المرض عندها بجيل اللي كثير كبير، اللي يكون عندك فرع عوارض في كيف بدي احكي لك، مثلا 80% العوارض ادت لمشاكل ثانيه بالجسم، هاي المشاكل صعب انها هي تطلع منها او صعب انها هي ترجع لصحتها. طب اذا احنا هسه هون انا نجي نحكي عن الوعي اوكي، يعني تعال نرجع 26 سنه لورا اوكي. لما كنا نجي نحكي سالياك كان اغلب الظن انه كانوا يوصفنا هاي الصفنه الهيكل شو بدك من حياتنا بالضبط صحيح اما اليوم في اكثر وعي لهاي، تعال نقول اكثر في نسبه معينه وعي لهاي لهذا المرض وللحساسيه بشكل عام. صحيح. اذا رجعنا يارا 26 سنه لورا، شو كان هيك الاحساس الداخلي لما عرفت، طبعا لما وعيت وعرفت، وكيف كانت ردة فعل الاهل؟ هات بحكي لك شو كانت ردة فعل الاهل. انا بيحكوا لي انا طبعا ما ولا بهذا العالم اوكي. كانت ردة فعل الاهل جدا صعبه جدا صعبه، يعني هن كانوا بصدمه، ايش رح نطعم البنت؟ يعني اسا البنت صغير يعني بتعيش على الحليب، بكره رح تكبر، ايش رح تاكل؟ هناك بلشت مسيرة حياة أمي. بس بالنسبة للمجتمع، بالنسبة لأنا كيف أنا تقبلت الفكرة، أنا أصلاً ما كانش عندي يعني أي أوبشن ثاني إن أنا أتقبل الفكرة أو لا، لأنه أنا أصلاً كبيرة هيك في قلب البيت، يعني أنا ولا مرة ذقت مثلاً خبزي العادي، ما كانش عندي هذا الكات اللي بيكون عند قسم ثاني من الناس إنه إسا أنا رح أوقف حياتي، رح أتبع نمط حياة جديد واقطع كل الاكل اللي كنت اكله وابلش بنمط حياه جديد اللي مش انا اخترته افرض علي. انا ما كانش عندي هاي الشغله الحمد لله، يعني انا من وانا صغيره من وانا طفله كبرت على اني انا غير، كبرت على اني انا عندي هذا الاكل اللي انا بنفع اكله وهذا الاكل اللي انا ممنوع اكله. امي الحمد لله قدرت توصل لي الفكره الي ولاخوتي في البيت بطريقه جدا سلسه جدا مميزه، انه انت مميزه انت غير. هون مرات كانت لما هي تعمل اشياء في قلب البيت فكان الكل ياكل منها في البيت مش بس انا، فما كنتش كثير احس بالاختلاف في البيت. العيله اللي شوي بعيده كمان كانت جدا 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 متفهمه للامر، كانت امي تخلي لي خبزات مثلا، بس كان يكون في خبز تترك لي اكم من خبزي هون اكم من خبزي غاد، عشان بلكي شي مره كنا عند دار سيدي مثلا وحطوا اكل واجى على بالي اكل ما احسش ان انا بقدرش اكل لانه ما فيش معي خبزي هون، هي بس صار في خبز، فكان لي فتره ما كانش في اصلا خبز. ف هذا هو. لا شك انه في كثير تخبطات للاهل، يعني انه عايشين بحياة معينة ومرة واحدة يعني فرض عليهم زي ما قلتي طبعا حياة ثانية وضع ثاني وبنلاقي الحل. صحيح. والحل مثل ما وصفتي والدي انه لحظة مش اكلنا في كمجتمع عربي هو موجود القمح في كل مكان، يعني صحيح. فش مفر صح، يعني يا بنلاقي حل يا بنلاقي حل ما فيش مفر ما فيش مفر اخر. اما بالمقابل ذكرت الاختلاف وامك هيك من وجهها تحيه كبيره، ولا مره ما خليتك تحس الاختلاف. اما بالمقابل لما كنت تروحي على عيد ميلاد، على حفله، على عروس، على مناسبه، اوكي كيف كان التقبل هناك؟ اسمعي انا كان لفترات الاشي بتغير على حسب الفتره الزمنيه اللي كانت. اذا بدنا نرجع ليارا الطفله كان صعب، كان صعب جدا. اذا اليوم بحكي لحدا بصير يضحك علي يقول الحمد لله انه الوضع اليوم مختلف بالنسبه للوعي وبالنسبه للمنتجات الموجوده بالسوق، والحمد لله انه اطفال اليوم بمرقوش بنفس الاشياء اللي انا وعائلتي مرقنا فيها بوقتها. كان في مرحله في حياتي اللي كان لازم اكل مع ناس معينه او بوضع معين بالمدرسه او بديش اخصص الذكر، بس كان في مرحله اللي انا تقبلت ان انا غير، تمام انا باكل فيش عندي خبزي، انتوا بتاكلوا خبزي انا فيش عندي خبزي تمام، بس هني ولا تقبلوا. فبهاي المرحله امي اضطرت انها توقف شغل تروحني على البيت بوقت الاكل طعميني وترجعني اخرى مره. كان الاشي مش منطقي ابدا، يعني واو. انا اليوم بس افكر في الفكره اشي عن هالشكل بزمننا هذا مش ممكن يصير، مش ممكن مش ممكن. يعني اليوم في مساعدة لكل طفل أو ولد طبعاً. في المدرسة أو في أي مؤسسة ثانية اللي عنده حساسية طبعا في طبعاً معي. ما كان في هيك شيء حسب مراحل، حسب مراحل، يعني كان في مراحل اللي كان فيها وعي، اللي كانوا إذا بدهم يجيبوا أفيلوا تحلية بالصف للطلاب يقولوا في يارا منجيب لها إشي، يارا مندور على إشي اللي هو مثلا ما فيهوش قمح،
كان في اميات اللي كانت تجيب لكل الصف شيء اللي ما فيهوش قمح عشان انا ما احسش اني انا مختلفه. طبعا بوجه لهم شكر كبير وبنساهمش كل حياتي. وكان في الاميات اللي اوكي دبر حالك. كان في الاميات انه تمام بسيدر انا بقدرش التزم ان انا اجيب لك شيء اللي هو بلا قمح ابدا لكل الصف، بس انا بقدر اجيب لك شيء لك عشان انت ما تحسيش انك انت لحالك. مع هون المشكله بتتحول من مشكله بيني وبين نفسي، بيني وبين جسمي، لمشكله اجتماعيه اللي انا راح اواجه المجتمع فيها. هذا على فكره ممكن يسبب لتمرد طبعا، وكان يعني في تمرد بمحلات معينه. مش بتخيل اي حدا مختلف، مش مهم شو نوع الاختلاف تبعه، عنده تمرد في حياته بمحل معين. ففي ناس اللي مش ممكن تتقبلك شو ما تعملي. يعني انا حسب رايي هاي الناس عندها مشكله بينها وبين نفسها، فروح تعالج او روح اعمل إشي لنفسك، يعني طور من ذاتك، بس ما تجيش تزت هاي الشغلات اللي مش حلوه اللي فيك علي. بس اي حدا مختلف بتخيل انه بمرق بهيك تمرد. شو شعور يارا اللي من الداخل اللي من جوا اللي هيك بس يارا تغمض عينيها تتذكره؟ هتحكي لك شغله الحلو اني انا قدرت احول نقطة ضعفي او الاشياء او الشغلة اللي الناس شفتها في نقطة ضعف لسلاح اللي هو رح يكون الي كل حياتي. هو سلاح اللي انا حولته لسلاح اللي انا بحمي حالي فيه، بقدم حالي، بطور من حالي فيه. مع انه مبارح كنت اتحاسب عليه، بس اليوم انا ماشي معاه وانا فخورة باني انا عندي تسيليك. مش إشي اللي انا المفروض ان انا استحي منه او ان انا اخبيه ابدا. يعني في كثير اسئله اللي بتنسال تستحيش تقول لا بستحيش حبيبتي، ليه انت بتستحي من حالك؟ بتستحي انه شعرك اسود؟ لا انا كمان عندي تسيليك نفس الشيء. يعني قدرت توصل للوضع اللي انت متعايشه مع المرض، ومثل ما قلتي انه تفتخري فيه انه انت معك هذا المرض وانت مميزه وحياتك متقدمه. طبعا انا قدرت اقلب المرض لمصدر رزق، مش بس مصدر رزق إلي، مصدر رزق إلي وإن شاء الله بالمستقبل لبعد كثير ناس. قدرت أوصل للإشي اللي أنا كان ناقصني كيارة طفلة، طبعا بمساعدة العيلة وبمساعدة كل من كان جنبي في هاي الفترة، لبعد ناس اللي هي يمكن حاسة شو أنا حسيت قبل 20 سنة. يعني يمكن أنا إسا عم بحل أو أمي حلت مشكلة ناس اللي كانوا في نفس المشكلة تبعتنا وإحنا قبل 20 سنة، لما إحنا كنا في موقف إنه ايش رح نعمل اسا، يعني احنا ضايعين، ايش رح نعمل، وين رح نروح، شو رح يصير، شو رح تاكل. فاحنا عم نجيب انه كنا نجرب ندور على حلول، واخذ معنا كثير وقت عبين وصلنا لهذا. هن هذول التساؤلات اللي اسالك عليهم. يعني لما الشخص بيواجه صعوبات او تحديات جداد اللي ولا كانوا يخطروا في بالهم ابدا قبل، بفوت في تخبطات وتساؤلات. طبعا يعني هاي التخبطات والتساؤلات ممكن الشخص هيك يفوت فيها في داخلها وينزل في زي دوامة اللي كل الوقت ينزل وينزل وما يلاقيش الحل. ممكن شخص واحد يمسك حاله في إيديه يقول لحظة في حل، تعال نروح ندور على الحل ونتقدم. أما هاي التساؤلات في يعني أي شخص ممكن يعاني منها أو ممكن يسأل حاله ويوصل لهاي الوضع، بالأخص إذا إحنا عم نحكي على وضع حياة أو موت، وضع اللي ما كان قبل إلى وعي وما كان في الإمكانية هاي اللي في لحظة إنه يلا تعال نلاقي هذا الحل ونمشي حسبه أو تعال نجرب. صحيح. فشو اللي خطر في بال أهلك؟ هذا سؤال ممكن نوجهه أكثر لأهلك، ما إنه فكر كمان أنت ممكن تعطينا الصورة اللي هيك صورة التساؤلات اللي والأفكار اللي مرقت في فكر أهلك وكمان في فكرك لما أنت وعيتي على الإشي. طبعاً كان الإشي جداً صعب، كثير صعب. يعني هون إحنا كنا في موقف إنه إحنا عنا مشكلة بس فيش حدا عم بيقولنا شو الحل. دواء فيش دواء، علاج ما فيش علاج، ايش ممكن نعمل مع البنت غير من انه نحن طعميها اكل اللي هي ممنوع تاكله. كلمه ممنوع اصلا، الممنوع مرغوب. فكان فترات في حياتي اللي انا كان نفسي اذوق شيء، نفسي اذوق كندر مثلا نفسي اذوق خبزي. شو يعني خبز؟ شو يعني مناقيش مثلا؟ كان عندي انا كيارة كان عندي هاي التساؤلات بمراحل معينه. اليوم الحمد لله في كل شيء، بس من قبل لا. بس مثلا اهلي كانوا يدوروا على حل، مش مهم شو الطريقه، المهم نوصل لحل، المهم نوصل لإشي البنت تقدر تاكله وهي مبسوطه. فكان في بكل البلاد بس دكاني واحد اللي هي بتبيع منتجات خاليه من القمح،
كانت كثير بعيدة، موجودة في مركز البلاد، احنا من الشمال. الوضع المادي في البيت ما كانش اشي اللي هو كثير منيح، كانوا ينزلوا مرة بالشهر على المركز، كان يكون عيد بالنسبة لي هذا اليوم، مع اني انا متأكدة اني راح انزلوا على الاغلب غير المنتجات المعينة والقليلة جدا اللي انا بعرفها وبحبها، مش راح الاقي بعيد اشي، واللي هي مش منتجات أساسية مثل خبز أو كيلو ولا أي شيء أساسي. ممكن كانت تكون بسكوتي أو كعكة اللي أنا أقدر أكمل معاها، بس كانوا يأخذوني مرة بالشهر لغاد وأروح على البيت. بذكر مرة كانوا قاعدين عند ستي كل العيلة، كنا مخذين سيارة خالي، رحنا بسيارة خالي، بهذيك الفترة ما كانش عندنا سيارة ولا عم ترجعين لمحلات. بعرف ما تخيلت انه نرجع لهي المحلات، اما هاي المحلات ممكن تعطي الهام للشخص اللي عم بمر بهاي الشيء. صحيح، وقتها روحت معي اشياء كثيره، فانا كنت قاعده عم بذوقها. بتذكر مثلا ابن خالي اجى بده ياخذ مني بسكوتي، لا اتركها هاي ليارا، بس ليارا هاي الاطفال بس ليارا، ممنوع تمسكوها. فكانوا الكل كبار طبعا عم بيطلعوا في شو طيبه مش طيبه، عم استنوا مني رده فعل يشوفوا هل في اخرى منتج راح نضيفه للمنتجات اللي هي بتقدر تاكلها ولا لا. ما كانش يكون طيب. فهناك امي انه خلص احنا كل شهر عم ننزل وعم نتكلف، والمنتجات كثير 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 غالي كثير، والمشكله بعدها تبعت الغلاء تبع المنتجات موجود لليوم بالسوق للاسف. اكيد لا شك انه هاي انه الموضوع هيك بياخذنا اكثر واكثر واكثر. اما قبل احنا رح نطلع لفاصل اعلاني قصير ومن بعدها رح نرجع. يسعد اوقاتكم مجددا مشاهدينا الاعزاء، عدنا لنكمل حلقتنا لليوم. هيك اول مره بس بسمع قصه وهيك بصير في وضع اللي تخيل شو الشخص مرق وهيك انجذب اكثر من اللازم حتى للقصه، لانه نرجع 26 سنه لورا ونعيش الاحداث بقصه بعالمنا هذا بوقتنا هذا، إشي كثير صعب إن الواحد يتقبله ويتصوره. الشخص اللي يعيش في يكبر في بيئة اللي هي مختلفة نوعا ما ويحس حاله إنه هو مختلف، أما بالمقابل إنه هاي حياته، يعني فش عنده إمكانية ثانية يعملها. فإحنا قبل الفاصل حكينا على المنتجات اللي هن خاليين من الجلوتين. أنت كنت تروحوا على محل مكان اللي هو خصوصي، تعال نقول اللي هو ببيع منتجات اللي هي خالية من الجلوتين، ويستنوا ردة فعلك إذا المذاق لذيذ ولا لا. صحيح. أول درجع هيك اسألك السؤال، شو كان شعورك لما تشوفي في عينيهم هذا الانتظار، إنه شو رأيك يارا عم نستنى؟ هذا الشعور بنساش، كان لي كثير مرات اللي كنت عم باكل إشي اللي هو مش بس مذاقه مش طيب، ريحته بتقتل. ايش اللي هو كثير مش طيب، وبنفس الوقت يعني انا صح طفله، بس انا فاهمه انه اهلي اخذوا يوم عطله من الشغل واخذوا سياره ممكن يستاجروها او مسكوها من حدا اذا بالوقت اللي ما كانش فيه سياره في البيت. وعملنا كمان رحنا على المركز البلاد واشترينا وحطوا كثير مصاري، لمن هو ما فيش كثير مصاري في البيت. كنت احس ان انا راح ازعلهم، كان يكون صعب علي. يعني بدك ترضي انه طبعا اهلي كانوا ابوي وامي عارفين ان انا بضحك عليهم، يعني انا مش حابه المنتج. اذا ما عرفوش اسا بيعرفوا. لا كانوا يعرفوا اصلا. كنت اقول طيب طيب بسادر تمام وخلص احطه في الخزانه ما تقرب عليه. خلص اكيد ما حبتوش، يعني اكيد ما حبتوش وتركته بدهاش تقرب عليه. وكان في مواقف اللي بس كنت احب منتج كثير كنت اخبيه، مثلا اسمح لحالي في اليوم اكل شقفي عشان يسقم عندي وقت طويل. واو. يعني كبرتي على انه تقدر تلاقي الحل، اما الحل هو لازم من المفروض انه يكفيكي لوقت اطول.
يعني الحل مش متوفر. مش بالضبط انه لانه كانت كل شهر تقريبا ننزل على المركز عشان نقدر نحصل على هاي المنتجات وننزل على امل انها تكون موجوده فعلا، لانه كثير مرات كنا نروح ويكون ما فيش منتجات مثلا خالص او رايح تاريخه او عده اسباب ممكن تكون عند المحل نفسه انه ما يكونش في عنده عراف المنتج اللي انا عم بدور عليه. بس كنا نحاول لحد ما وصلنا لوضع ان امي كانت تقول بس ليه انا عم بشتري هاي المنتجات لمن انا بقدر اشتري طحين واجرب في البيت. نجرب في البيت وهناك بلشت مسيرة امي الحقيقية انها صارت تستبدل المنتجات المش طيبة في الطحين. اي جيل كانت؟ يعني بقدرش اقول لك بالضبط، بتخيل بجيل كثير صغير، جيل السن ونص سنتين ثلاثة ممكن. يعني تعال نقول امك في جيل، لما كنت انت في جيل ثلاث سنين فهمت انه اوكي لحظة ممكن انا اشتري المنتجات هاي حضرها بالبيت واعطي يارا تتذوق وتقرر شو رايها لذيذ ولا لا. صحيح، هناك بلشت مسيرة امي، عملت اوضة تحت البيت كانت هاي الاوضة فيها كل اشي خالي من القمح، هناك كانت تجرب. في مرات كان يطلع اشياء طيبه، في مرات كان يطلع اشياء دجاج بكولاش. في كانت مسيره جدا صعبه، جدا مكلفه، جدا وجع اعصاب، وكل يوم بدها تعمل، كانت كل يوم كل يوم حرفيا كل يوم اروح من المدرسه شو عملت اليوم وانا اذوق واشوف على حسب تفاصيل وجهي هي تعرف اذا انا عن جد حبيت المنتج ولا لا. يعني هي شايفه وانت بتذوقي. صحيح. وصلت هي لوضع ان هي صارت مثلا ذوق المنتج بالاخر تقول، وذوق الانواع الطحين اللي هي بتستعملها كل نوع طحين لحال، تقول مرتي جاي لازم اقلل هيك وازيد هيك، يمكن بركز الطعمه اكثر، وثاني يوم تفيق وتجرب تقلل هيك وتزيد هيك وتسجل وتقيم وتحط لحد ما وصلت. يعني شغفها للموضوع ولانها تكون او يكون عندها منتج معين إجا من المرض نفسه. صحيح، واصلا هي ما كانتش النية بالاصل ان هي تعمل من الاشي مصلحة، كانت النية تلاقي اكل لبنتها. ومع الوقت ومع السنين صرنا نعرف اكثر ناس اللي عندها نفس المشكلة، فكنا نبعث لها كمان يذوقوا بس كان يضبط معاها شي منتج. وهناك بلشت هي تحس ان الناس انه طيب خلينا نصير بيعي، نصير نشتري منك، او خلينا نعطيك هدية. بالتالي احنا بنرجع لمجتمعنا العربي والاصول العربية اللي عنا، اعطتني اشي لازم ارجع لها اشي بالمقابل يعني. فهيك كانت هناك بلشت الفكرة تبلش انه انا ممكن اقدر ابيع المنتج، فيش حاجة يجيبوا لي هدايا اصلا، هون اللي عم بتكلفوا يجيبوا لي الهدايا، انا عم بجرب منتج لبنتي في البيت. وهيك بلشت شوي شوي تطلع الفكرة. اوكي، اذا احنا بنرجع بعد مره خطوه الى الوراء، قبل ما انه كان في المنتجات وصار في وعي اكبر، تاني نرجع لهذول الجمل او الافكار الشائعه او الكلمات الشائعه اللي ممكن البيئه الغير واعيه بنسبه معينه تستعملهم وتوجيههم لشخص اللي هو مختلف. احنا اول شغله عايشين في مجتمع اللي هو مش كثير بتقبل الاختلاف، مش مهم شو كان نوعه او لونه. كنت اسمع كثير جمل انه حبيبتي يا حرام. لا حبيبتي انا مش حرام على فكره، انا عادي، انا بني ادم عادي، انا بس باكلش قمح، بس باكلش قمح بس. هاي هي كل الفكره، تقبلوها يعني. انا تقبلتها، انت ليه ما تتقبليهاش الموضوع؟ اذا بدي اثر على حدا بدي اثر علي انا، انت مالك مثلا؟ او طب كلي هاي، ما هي بس الرتقه الفوق الرتقه تحتها تقدر ما تاكليهاش. لا يا شيخه، كيف يعني الرتقه تحتها ممكن ما اكلهاش؟ يعني ما هي يعني هي رتقه مع بعض، مش فاهمي. او مثلا بيكونوا عم بيعزموا إشي في المناسبات، حبيبتي متاسفه ما كانش قصدي. فيش حاجه تتاسفي، ممكن تعزمي مثلا لاي حدا مثلا كعكي لحدا اللي هو عنده سكر، وانت بتعرفيش انه عنده سكر، مش بالضروره تحطي حالك في هيك موقف وتحطيني في هيك موقف. اليوم انا متقبله الإشي وعادي الحمد لله تمام، لا بصادر خالتي ما صارش إشي. قبل وانا صغيره كنت شوي مرات اتضايق، ايش يعني متاسفي؟ اللي هي عم تتاسف لانك عزمت على ايش؟ كان المفروض تقلطي عني، انك تقلطي عني هذا الاشي ملفت اكثر. صحيح، وعلى فكره هذا الاشي كمان بياخذني لانه الجيل المراهقه والثقه في النفس. اوكي اوكي، يعني لحظه، المراهقه قاعده بالمجتمع اللي الثقه بالنفس عندها مش كلها القاد ممكن تكون في هذا الجيل. صحيح. عاليه. صحيح. بعدها عم تدور على شخصيتها، وتيجي
تيجي امرأة خارجية اللي مش بالقصد تقول هذا هاي الجملة توجه لك إياها؟ هاي الجمل اللطيفة. هاي جمل لطيفة؟ في جمل أوكي. مثلا ممكن تنسمع إنه بتخافيش تحكي؟ أخاف من شو أخاف؟ آه ممكن ما تتجوزيش. شهال إشي يعني بالنسبة للمجتمع العربي ما تتجوزيش يعني شوف لك ملا شغلة يعني. أو مثلا بلكي تجوزتي مثلا وبتجيبيش أولاد، كيف حللتي؟ كيف أخذتي هذول الشغلتين إنهن هني ربطيهم مع بعض؟ كيف وصلتي لهي النتيجة؟ مين قال لك هاي المعلومات؟ منين جبتيها؟ سؤالي بيطرح نفسه. مثلا هيك جمل ممكن تتوجه للأنثى اللي عندها تسيليك. الشاب اللي عنده تسيليك صراحة بعرف إيش، بس بتخيل إنه بيسألوه كثير أسئلة كمان اللي هي أنا بعرف إيش، بس أنا بتخيل إنه هو بمرق أشياء معينة اللي هي مشابهة. اسمع، لا شك إنه كل شخص بيعاني من صعوبة معينة أو تحديات معينة بواجه هاي الكلمات اللي ممكن بشكل معين هيك تعطيه أو تخليه يرجع خطوة إلى الوراء. نعم، لوين أنا رايح؟ صحيح. ليش فش تقبل؟ صحيح. يعني وين نسبة التقبل الأساسية؟ فش حاجة إنه نتقبل الإنسان كيف ما هو. وين نسبة التقبل الأساسية لعند الشخص كشخص لشخص؟ أقول لك شغلة، لما البني آدم متصالح مع نفسه، متقبل نفسه، هو بيطلع دائما على نص الكاس الملان. لما أنا قدرت أطلع من مرضي شغلة عن هالشكل بمساعدة عائلتي، إذا أنا بقدر أطلع كمان على كلمة البني آدم اللي قبالي، وبدل ما ترجعني خطوة لقدام تقدمني 10 لقدام، بدل ما ترجعني آسفة خطوة لورا تقدمني 10 لورا لقدام. خربطنا الدنيا. لا تمام، بدل ما خطوة للوراء 10 للأمام. أيوة هي هاي. ليه؟ لأنه بدل ما تكون الكلمة جارحة وتخليني إن أنا قاعدة ويا الله قالوا لي هيك ويا الله بدي أعمل هيك ويا الله بدونش يتقبلوني، أنا متقبل حالي تمام، أنت بدكش تتقبلني، هاي صارت مشكلتك أنت اللي بدكش تتقبلني، مش أنا اللي بديش أتقبلك. أنت تعامل مع مشكلتك زي ما بدك، وأنا بتعامل مع مرضي زي ما أنا بدي. وهيك انا اخذت الكلمات هاي، وبدل ما انا اخذها وانها تجرحني قدرت استعملها كمحفز لإلي. السؤال اللي بيطرح نفسه يعني اللي من المفروض الواحد يساله، شو نصيحتك لهذول الناس اللي كانوا يستعملوا هذول الجمل؟ في بعد جمل انا بسمعها لليوم طبعا باختلاف، حتى لو انه اليوم الوعي اعلى. الوعي اعلى بس مش بكل محل، ومش بكل، مش دايما دايما، كثير مرات مثلا ايش يعني عن جد تاكلي قمح؟ لا عم ببزح مثلا، او قال اليوم لا بكره مثلا، او مثلا عندي صديقه للاسف كثير بوجعني اقول هاي الكلمه، عندها تسيليك وبتستحي تحكي انها عندها تسيليك، يعني فيش حدا بيعرف انها عندها تسيليك. هذا الشيء بيجرحني انا شخصيا. ليه يعني؟ شو في إشي هالقد يخليك تستحي فيه؟ إيش ليه؟ فاهم علي؟ ليه لا، أما يعني الشخص اللي بيعاني من تحديات معينة من المفروض إنه يكون عنده نسبة الثقة بالنفس عالية عشان يتقبل نفسه، وهي أنت كمان قلتيها طبعا. يعني الشخص اللي ما بيتقبل نفسه مع التحديات اللي عنده أو الصعوبات أو الأمراض اللي عنده، صعب انه الثقه بالنفس تكون اعلى عنده، وهيك صعب يشارك العالم. صحيح. يعني حتى البيئه القريبه حواليه صعب انه يحكيها. صح. فمن ناحيه بتفهمها، اما من ناحيه ثانيه لما اسا هيك بسمع قصتك، لحظه ليش احنا نوصل لوضع بغض النظر من اي تحديات احنا عم نواجه، ليه ما نوصلش لوضع انه احنا متقبلين نفسنا في الاول؟ ما هو لما الواحد يتقبل نفسه بالأول ما بعد شيء يهمه الآخر كيف يتقبله، لأنه هو أصلاً متقبل نفسه. لما الواحد مش متقبل نفسه نظرة الآخر كثير بتأثر عليه، على كيف هو يشوف حاله. فنرجع، شو نصيحتك لهذول الأشخاص اللي تقول نوعاً ما بعد هالحادثة بيحكوه هاي بكبير؟ إحنا مجتمع يخاف الاختلاف، فكل بني آدم مختلف، مش مهم شو نوع اختلافه، إن كان مرض، إن كان لون، إن كان أي دين، أو مش مهم شو كان اختلاف البني آدم، دايما بحس إنه غير أو إنه أوت شوي. لا، أنا هيك، البدو يتقبلني زي ما أنا، يا ميت أهلا وسهلا فيه، بدوش يا ميت مع السلامة. مثلا يعني انت بتختار. البني ادمين اليوم بتوجهوا لي وبيحكوا لي هيك كلمات، انا بس بطلع فيهم وبقول انت عم تقولي لي يا حرام، انا لازم اقول لك يا حرام،
انت يا حرام كيف بتفكري، مش انا يا حرام كيف عندي تسيليا. الحمد لله هاي شغله الله بعث لي اياها، انا بتقبلها من الله، بس الله بعث لنا عقل، ليه انت مش عم بتطوريه؟ يعني اليوم القصه صارت مش قصه تقبل المرض او لا، هي كيف الشخص او المجتمع بفكر. صحيح في تاثير كبير على كل اي حدا، اذا تاثير بيكملش معانا لحياتنا للمستقبل اكيد بمحل معين كان في تاثيرات كثير كبير على التفكير، مش بس على التفكير. يعني ممكن اسا انا مثلا مش كثير بهتم لراي الاخر في بالذات في هاي الشغله اللي تسيليك او العوارض تبعت اللي تسيليك او المحلات اللي انا ممكن اواجه فيها صعوبات من المجتمع عشان اللي تسيليك، يمكن اللي قبالي ولا يتقبلني. وصارت انه حسيت حالي، مش حسيت حالي، لقيت حالي لحالي في محلات معينه لانه اللي قبالي ما تقبلش وجودي مع عالم من انا عندي تسيليك، مثلا محلات اكل مع اصدقاء اللي على فكره اليوم يعني تنقول بالاغلب اغلب الاماكن اللي بتفوت في امكانيه انك تلاقي هناك اكل. صحيح اللي الشخص اللي عنده تسيليك ممكن ياكله. صحيح. يعني هاي المنتوجات اليوم، احنا مش بس المنتوجات، الاكل الخالي من الجلوتين اوكي، اللي هو البروتين الموجود في داخل القمح اللي هو اللي بيعمل التسيليك، ممكن نلاقي منتوجات اللي هي خاليه من الجلوتين. واليوم الوعي عم بيزيد، يعني السؤال اللي هيك عم بيدور في راسي انه رغم الوعي الزايد اللي هيك بارتفاع للاشخاص اللي عندهم تسيليك، للاشخاص اللي عندهم حساسيه حتى من الجلوتين، رغم هذا الاشي بعد في هاي الافكار والكلمات الشائعة اللي ممكن تقول انه انا ما بتقبل الشخص المختلف. طبعا هذا الاشي لا يتعلق في البني ادم نفسه، يتعلق في البني ادم اللي غير متقبل الاخر، لانه البني ادم الغير متقبل الاخر هو غير متقبل للاخر لانه هو مش قادر يتقبل نفسه. البني ادم المتصالح مع نفسه بتقبل كل البني ادمين كيف ما كانوا، باختلافاتهم، بقراراتهم، بحياتهم، بأي شيء، بآرائهم. بس إذا حدا اللي هو غير متقبل نفسه أو بس أنا صح أو اللي زيي تمام واللي مش زيي أزلاء، بس هالبني آدم ما فيش شو تصلحي فيه. إذا هو مش ناوي يصلح بنفسه ما فيش شو أنت تصلحي فيه. يعني أنا هون عندي الله بعث لي هاي المرض، أخذته الحمد لله، غدرنا أنا وعائلتي نقدم المرض أكبر وأكبر، أكثر وأكثر تقدمت فيه، غدرت أخذه زي ما قلت لك في بداية الحلقة كسلاح لإلي اللي يحميني بقية حياتي بمستقبلي. في ناس اللي ممكن كانت تقعد في البيت تقول لا أنا بخاف، أنا بستحي، أنا بديش، أنا بخاف كيف دون يشوفوني. أنا لا، أهلي ما علمونيش هيك، أهلي علموني إحنا شايفينك كذا، أنت كذا، شوفي حالك كذا وهكذا. يعني للعائلة القريبة، للأهل، للشخص نفسه والبيئة اللي كبر فيها، في إلها دور كثير كبير. طبعاً طبعاً. يعني بما إنه حكي شاركتينا على كيف أمك صراحة تدور على المنتجات الأساسية اللي ممكن منها تصنع أكل اللي يلائمك، يعني هاي إذا بنرجع يعني بلس 26 نرجع 24 سنة لورا، يعني لحظة ما كانش في هاي الإمكانية وهاي الوفرة. صحيح. لهاي المنتجات، واليوم المنتجات في أكثر وأكثر، في على الأقل في خبز. هيك أنا ضحكة. أنا عشت وقت ما كانش في خبز، أنا عشت زمان زمان، يعني كان كثير صعب. أنا أهلي علموني الحمد لله إني أنا مميزة جدا في قلب البيت، لدرجة إنه كان في مرات أشوف إنه إخوتي عم بفضلوا الأكل تبعي على الأكل تبعهم، لانه من كثر ما هو عم بيقولوا لي انت مميزه وهذا الاكل لإلك وبس لإلك والغالي بنشتريه للغالي وكلمات عن هالشكل اللي هي بتعطيني اكثر اني انا احس اني انا منيحه وانا عادي وانا تحفيز. تمام بالضبط. فكان وشوتي ألاقيهم افوت مثلا شو عم تعمل؟ لا ولا شيء ولا شيء. زي يكون عم بيقول لي مثلا كعكاتي. كان يصير هذا الشيء. اليوم انا بطلع على الشيء هيك بشوف الصوره من بعيد بقول هذا كلياته من حكي اهلي، من الحكي اللي كنا نسمعه في البيت. بس وقتها انا ما كنت اتضايق، ليه عم تاكل خبزاتي مثلا او ليه عم تاكل اكلاتي. واليوم بتلاقي وفره من المنتوجات اللي انت ممكن تاكليها. طبعا طبعا. يعني فكر ان اخوتي كمان بدهم ياكلوا. باكله تخافيش عليهم. اما بالمقابل يعني اليوم الوفره هاي الموجوده تبعون المنتجات اللي انتم بتصنعوهم او غيركم، او ممكن تلاقيهم في اي محل، في اي مطعم، في اي
مكان دخلتي عليه، شو الإحساس اللي بيعطيك إياه؟ مريح، بقدر أتبع نمط حياة اللي هو قديش أكثر قريب للطبيعي، بقدر أطلع مطعم، بقدر أوسع أكل أنا وأصدقائي، بقدر أروح لوين ما بدي، خلص إذا بفوت بدور على إشي أكله تمام. فيه بواجه مرات مشكلة معينة بالأكل السريع، مرات بتصير مع كل إنسان إنه يكون مضغوط في الوقت اللي بده يلا بأكل إشي على السريع على الطريق، فهاي مش كثير متوفرة لإلي، بس أنا شايف الإشي بعد 5 سنين رح يكون موجود، على أمل طبعاً إنه يكون موجود بعد 5 سنين. هذا الإشي كثير مريح، هذا الإشي كثير مريح، وبس شفت كل سنة كنت عم بكبر فيها عم بشوف التطور اللي عم بيكون أكثر وأكثر، عم برتاح أكثر. طب بما إنه هيك مع الوقت اللي ضل معنا، شو نصيحتك للأشخاص اللي بيعانوا من التسليك أو بيعانوا من أي حساسية ثانية؟ أي حساسية ثانية بقدرش أقول لك بالضبط 100%، لأنه الإشي بيختلف من حساسية لحساسية ومن جسم لجسم واواوا. بس اللي بيعانوا من التسليك، أهم شغلة اللي عم بتصير كثير عنا، إنه عم بقول بتوجهوا لدكتور معين بقولون جسمكم بيقدر يتغلب على المرض، تقدروا تبلشوا تاكلوا قمح بالتدريج. هاي الشغلة جدا صعبة، جدا نتائجها كثير صعبة للجسم، فاغدروا حجمه لتسيليك بحجمه الطبيعي، ما تقللوش من شأنه، لأنه بالآخر الاشي رح ينقلب عليكم. كلوا الأكل الصحيح والمناسب لجسمكم، لأنه المناسب إليك مش بالضرورة يكون مناسب إلي، والمناسب لإكس شخص، إكس بني آدم يعني. كل بني آدم بيقدر يعرف شو هو الإشي والأكل المناسب لإله، فاتبعوه، الإشي مش هالقد صعب، بس اقتنعوا. ورسالتك؟ رسالتي إنه مش مهم كيف الآخر بنظر لك أو بنظر لاختلافك، شو مكان الاختلاف أو اختلافك طبعاً، المهم كيف أنت تتقبل نفسك وتتقبل ذاتك وتقدر تأخذ كل الأشياء المختلفة عندك كمحفز لحياتك. ما خلصوا الكلمات عن جد. لما هيك تسمع قصة وتشوف الشغف عند الإنسان الثاني والإلهام اللي عنده اللي ممكن يوصله للبيئة للمجتمع، والضحكة دائما على الوجه ورغم الصعوبات والتحديات، وصح احنا دائما بنواجه، اما لما احنا برجع باخذ كلمة حياة او موت، الشخص ممكن يطلع من هذا الاشي طبعا. والشخص اللي فش عنده امل، تعال هيك نقول بين اخواص احضروا حلقتنا اليوم، الامل بيرجع لكم. بتأمل اكون عم بعطي امل لحالي. لا، الشغله انه الالهام اللي بتوصليه، ومش بس الالهام، اللي لكل قصه شخص بيعاني من تحديات معينه ممكن توصله وتوصل الانسان اللي قدامه لاي مكان هو بده. صحيح. اما الاشي يامن اكثر في نفسه، ومثل ما قلتي تقبل نفسك، يعني الحياه قرار. صح، الحياه قرار، يا اما بتقرر تعيش بسعاده يا إما بتقرر تعيش بتعاسة، وانتو قرارك. ممتاز كثير، فشكرا كثير 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 إليك. دوام الصحة يا رب، وهيك دائما تكوني متألقة وضحكتك معك. أعزائي، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، وبنهيها بحكمة صغيرة للحياة، وبتقول كل شخص منا بيواجه صعوبات بطريقة مختلفة، وهذول الصعوبات على الأغلب بيدخلوا حياتنا حتى يعلمونا درس مهم لنصبح أشخاص أحسن يوم بعد يوم. مهم نتذكر إنه الابتسامة بترفع من الطاقة، والدمعة بتخفف من الألام، وإنه بكرة هو يوم جديد حامل معه أمور، دروس، تحديات، وكمان حلول جديدة غير عن اليوم. شكراً لكم على المتابعة، ونلتقي الأسبوع القادم بحلقة جديدة من برنامجكم منوعات هلا، معي أنا عارين كمال دقسي، في أمان الله.